بخير معكم زميلكم من تيم اور كورس. النهارده ان شاء الله هنشرح المحاضره الرابعه من محاضره المايكرو بعنوان اللي هي المايكوبكتيريا. في البدايه بس بالنسبه للمربعات الكتيره ديت، هو انا صراحه يعني ما لقيتلاش اي تسكيمه حتى ان احنا نحفظها، بس يعتبر اهم مربعين احنا ممكن نحفظهم، اول مربعين على الاقل يعني. والتسكيمه بتاعتهم هتبقى سهله يعني اول حاجه خالص بتكتب الانسان، وتاني حاجة بتبقى موجودة أكتر حاجة في السوليد في السويل والووتر ومعها الكاتل. تمام. أول حاجة بيقولك إن أولوز باثوجينيسيس بتبقى اللي هي المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس كومليكس. من أمثلتها عندي حاجتين، اللي هي مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس واللي هي البوفيس. تمام. وعندي اسمها اللي هي المايكوبكتيريوم ليبرا، دي بتسبب مرض الجذام اللي هي البروسي. تمام. دي بتضيف أكتر في الإنسان وبتسبب تيوبركلوزس وبسبب حاجه اسمها تيبركلوز لاك ديزيز. طيب بعد كده قال لك ان اللي هي بوتنشالي باثوجينيسيس حاجه اسمها اللي هي المايكوبكتيريوم اللي هي الايفيوم انتر سيلولار كومبلكس اللي هي الام اي سي، وحاجه اسمها اللي هي الكانساسي، دي بتبقى موجوده في اللي هي السويل والبيرد والووتر، وبتبقى موجوده كمان او ممكن يعني تبقى موجوده في الووتر او في الكاتل اللي هي الكانساسي دي. طيب بتسبب ايه بقى؟ بتسبب اللي هي سيريوس بالمونري ديزيز زي تيوبركلوزس في مرض اللي هي الايدز بيشنت، يعني بتيجي اكتر حاجه في الناس اللي عندهم مناعتهم مش كويس يعني ضعيفه اللي هي الاميون سبريسد. اما بالنسبه ليها الكانساسي بتبقى موجوده في اللي هي البلموناري وممكن تبقى موجوده في اذر سايتس. طيب بعد كده قال لي ان هي بتتكون من جروب، يعني احنا لو قسمنا اللي هي المايكوبكتيريوم ديت هنلاقي ان احنا عندنا حاجه اسمها اللي هي الاتيبيكال مايكوبكتيريوم. تمام. ديت قسمناها لجروبس والاورجانيزمز بتاعتها اللي بتسبب المرض دوت. اول حاجه هي جروب واحد اسمها اللي هي اللي هي كروموجين، ديت بتبروديوس بيجمنت ان ذا لايت، يعني بتطلع صبغه في الضوء. وجروب 2 بيبقى عباره عن اللي هي السكوتو كروموجين. تمام. طيب هو يعني بصراحه ما ركزتش في الحاجات دي قوي يعني، فما يعني ما عرفتش اعملها تسكيم الصراحه. بعد كده بيقول لك برده ثانيه بالنسبه لي جروب 2 دي بيقول لك ان هي بتعمل ايه بقى، بروديوس بيجمنت ان دارك اند لايت، يعني بتطلع بقى بيجمنتس في الايه في الدارك واللايت. وبالنسبه لي الجروب 3 اسمها اللي هي النون كروموجين، يعني اكيد ما بتطلعش صبغه. وجروب 4 بيبقى رابيد جروبرز، يعني بيعمل بسرعه، يعني زي مثلا هي الابسيسس، لان الابسيسس دي تقريبا احنا نذكرها في المحاضره. طيب نبدا بقى المحاضره بقى الكلام المهم اكتر. اول حاجه هنتكلم عن هي المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس من حيث هي الجنرال فيتشر. من حيث الجنرال فيتشر اول حاجه بيقول لك اللي هي السلندر روتس، يعني عباره عن اللي هي الروت عامله زي الاحبال كده، بيبقى شكلها اللي هي السلندر اسطوانيه شويه، وتبقى ليها حاجه اسمها ستريكتلي ايروبيك. ستريكتلي دي كلمه مهمه جدا، يعني ايه؟ يعني هي ما بتقدرش تعيش غير في الوسط اللي فيه هواء، يعني ما يعني هي مش انيروبيك، يعني هي الوحيده دلوقتي. لو انت كده جمعت تسكيمات في الاخر لكل البكتيريا اللي احنا خدناها في المايكرو لحد دلوقتي، تمام، هتلاقي ان هي الوحيده لحد دلوقتي هي الايروبيك. تمام. اللي فات كله كان انيروبيك وايروبيك، يعني هو فاكولتيف انيروبيك. تمام. لكن ديت لازم تعيش في وسط ايه؟ في وسط فيه هواء. طيب ونان موتايل ونان سبور فورمينج، طيب احنا ممكن نسكمها ازاي؟ ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن رودز. احنا ممكن نشيل كلمه رود ديت ونقول عليها ان هي الباسيلاي. تمام. يعني رود هي باسيلاي نفس الحوار يعني. تمام. وان هي ايروبيك ونقول عليها ثلاثه نان، يعني ثلاثه الثلاثه نان اللي هي نان موتايل نان سبور فورمينج، وكمان هتلاقيها ان هي ايروبيك. تمام. تمام. بعد كده بيقول لك ان هي ديفيكولت تو ستين، يعني انا صعب ان انا اصبغها لانها عندها هاي كونتنت من الليبيد، يعني السمن بريم بتاعها بيبقى بيحتوي على حوالي من 40 ل 60% من الليبيد. تمام. وبسبب ان الهاي كونتنت بتاع الليبيد بتاعها انا ما بعرفش ان انا اصبغها. تمام. وبمعنى اصح انا ما بقدرش ان انا اصبغها بالجرام ستين، يعني انا ما بعرفش يعني ما بعرفش اصبغها بالجرام ستين. تمام. لكن بقدر اصبغها بصبغات تانية. تمام. وبيقول لك كمان ان هي انكلودنج يونيك اللي هي كلاس اوف فيري لونج تشين فاتي اسيد، هي نفسها يعني اللي هي الهاي كونتنت اوف ليبيد، يعني من اهم الفاتي اسيد ديت اللي هي الميكوليك اسيد. تمام. تمام. قال لك ان هي ويك جرام جرام بوستيف، يعني ايه؟ يعني انا صعب جدا ان انا ادهنها او ان انا اصبغها بالجرام ستين. طيب بعد كده بيقول لك ان الريزيستنس والسنسيتيفيتي، يعني ايه الريزيستنس والسنسيتيفيتي؟ يعني هي ليها قدره ان هي تقاوم ايه، وهي حساسه او بتموت من ايه.
اول حاجه ان هو قال لك ان هي بتبقى هاي ريزيستنس، يعني عندها مقاومه عاليه من الدراينس والكيميكال والانتيبيوتيك، يعني هي بتقدر ان هي تعيش في وسط جاف. زي مثلا لو مثلا شخص عنده التيوبركلوزز ده جالك مثلا، وانت جيت تفحص مثلا لقيت ان هو عنده السبيتوم بتاعه جاف او عنده اللي هي دراي كوف، وخدت منه سبيسمن او عينه، يعني برغم من كده انت هتلاقي فيها اللي هي المايكو بكتيريا تيوبركلوزز ديت. طيب ليه؟ لانها ليها القدره ان هي تعيش في دراينس اطول فتره ممكنه، يعني ممكن تقعد حوالي من 6 ل 8 شهور على ما اظن، يعني في الوسط الجاف ده بتقدر ان هي تقاوم الجفاف. تمام. وغير كده كمان ان هي بتقدر تقاوم الكيميكال، يعني انا لو حطيت عليها مثلا اي ماده كيميائيه او حطيت عليها اسيد او الكالين بتقدر ان هي تواجهها وما بتموتش. تمام. وغير كده كمان ان هي بتقدر تقاوم الانتيبيوتيك. ليه؟ لان الانتيبيوتيك دي المفروض ان هي بتروح البكتيريا اللي بتعيش خارج الخلايا، لكن التيوبركلوزس بتقوم داخله جوه الخلايا، يعني ايه؟ يعني بتعيش داخل الخلايا، هي انترا سيلولار. تمام. بعد كده قال لك ان هي سنسيتيف او هي ار كيلد باي السان لايت، يعني بضوء الشمس واللي هي الالترا فايلوت، الاشعه اللي هي الفوق المناسجيه واللي هي الريز، و5% فينول، وان انا اسخنها عند درجه حراره 60 لمده 20 دقيقه، او ان انا اعمل لها باسترايزيشن، باسترايزيشن اوف ميلك، يعني ان انا اغلي اللبن عند 100 درجه. تمام. يعني في فرق ما بين ان انا اسخنها عند 60 درجه وان انا اعمل له باسترايزيشن. تمام. طيب بعد كده قال لك السين بقى اللي انا اقدر اصبغ بيها اللي هي المايكرو بكتيريوم ديت، احنا عرفنا طبعا هي يعني ما اقدرش اصبغها بالجرام ستين. تمام. طيب عندي بقى ستين بديله اقدر استخدمها لي عشان يعني اصبغ اللي هي المايكرو بكتيريوم، اهمها اللي هي زين نيلسون، زين نيلسون ستين. تمام. بيقول لك ان هي يوز فور ريال ايدنتيفيكيشن اوف اسيد فاست بكتيريا. طيب مين الاسيد فاست بكتيريا؟ هي البكتيريا اللي احنا بنتكلم عليها. طيب ليه احنا سميناها اسيد فاست بكتيريا؟ يعني ده التفسير بتاعها اهوت، يعني هنشرحها دلوقتي. بيقول لك ان هي وانس ستيند، يعني بمجرد ما انا بصبغها بيقول لك ان هي ريزيستنت او هي ريزيست اللي هي الديكولورايزيشن وز اسيد اند الكحول. يعني ايه؟ احنا عارفين ان احنا لو صبغنا مثلا اي بكتيريا عشان نشيل الصبغه دي من عليها المفروض ان احنا بنقوم جايبين الكحول اسيد. تمام. بنقوم حاطينها على البكتيريا ديت والمفروض ان الصبغه تروح. بيقول لك بقى ان هي بتقدر تقاوم كمان ان انا اشيل الصبغه من عليها، يعني مجرد ما اصبغها خلاص. تمام. تمام. فهي بتقول لك ان هي بتقاوم الاسيد الكحول اند ذات از واي زي اور ديسكرايب اسيد فاست باسيلاي. يعني هو ده السبب بقى ان احنا ايه، ان احنا قلنا عليها ان هي اسيد فاست باسيلاي. معلش ده التعليل بتاعها. تمام. يعني ده التعليل بتاع اللي احنا قلنا عليها اسيد فاست باسيلاي. ليه بقى؟ لانها بتقاوم ان انا اعمل لها ديكولرايزيشن بواسطه الاسيد الكحول. تمام. طيب احنا سميناها اسيد وفاست ليه؟ لان يعني اهو هنا هو بيقول لك ان انا لو استخدمت اسيد تركيزه 20% من اللي هي H2SO4 مع الكحول هتلاقي انه بيبقى فاست ابير، عشان كده سميناها ايه؟ سميناها الاسيد فاست باسيلاي. فاست ابير ايه بقى؟ فاست ابير اسن بينك رود، يعني عباره عن عصيان كده لونها بينك. تمام. بتبقى مرتبه سنجل يعني بمفردها، او ممكن تبقى في سمول جروبس يعني مع بعضها في سمول جروبس. تمام. تمام. الباك جراوند بتاعها بتبقى بلو، يعني ده الشكل بتاعها. عباره عن ايه؟ عباره عن لو انت يعني شايفها، طيب عبارة عن ايه؟ في حاجات بامبة كده في الصورة هيت ديت ايه؟ دي اللي هي البكتيريا نفسها. والباك جراوند عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلو دوت لما انا صبغتها بالجرام ستين، وبضيف عليها المفروض ان انا كنت لو ضفت عليها الاسيد والالكحول كانت المفروض ان ايه يحصل دي كولرايزيشن، بس بالعكس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا لقيت ان البكتيريا لونها بقى بينك والباك جراوند بقى لونه ايه؟ لونه ازرق. تمام. قالك ان انا ممكن كمان اصبغها بصبغه اسمها اللي هي الايه، فلوروكروم ستين. فلوروكروم ستين ديت بصطدم معاها اللي هي الصبغه، او ممكن تقريبا دي بتاعت اللي هي الميكروسكوب. طيب المهم يعني بيقولك ان انا عندي مادتين اسمها اللي هي الاورامين واللي هي الرودامين، دول انا بستخدمهم. لما بستخدمهم بقدر اشوف ايه بقى؟ بشوف المايكوبكتيريوم ديت بيبقى لونها يلو اورنج فلوروسنت، ويكون الباك جراوند بتاعهم درج، على عكس يعني هناك كنا بنقول ايه ان هي بينك والباك جراوند بتاعها بلو، لكن هيبقى لونها اللي هي اليلو اورنج والباك جراوند بتاعتها ايه؟ بتاعتها هيبقى لونها اسود، يعني تحسينها شبه السماء وفيها نجوم، هي شكلها مميز. طيب بيقول لك ان هي افتر ستين، يعني بعد ما انا بصبغها يعني بيبقى شكلها عامل كده. طيب المهم بعد كده عندك ايه؟ بعد كده عندك اللي هي ترانسميشن، ازاي بقى ننقل ايه؟ بتتنقل البكتيريا دي. طيب قبل ما يعني
ما نخش على الترانسميشن، احنا ممكن نجمع دلوقتي على الحاجات اللي احنا قلناها. اول حاجه احنا اتكلمنا على الجنرال فيتشر، قلنا عليها ان هي بتبقى عباره عن رودز او سلندر رودز، وان هي استكتلي ايروبيك تمام، وان هي نون موتايل ونون سبور فورمينج ونون كابسوليتد، وقلنا ان هي ما نقدرش ان احنا نصبغها بجروم ستين، بس اقدر اصبغها بيه اللي هي الزنل اللي هي النيلسون ستين، الزنل نيلسون ستين وفلوروكروم تمام. تمام، عرفنا ان هي بتواجه او بتقاوم الديكولاريزيشن، وبتقاوم كمان الانتيبيوتيك والكيميكال، وبتقاوم كمان اللي هي الدراينس، وما بتقدرش تقاوم اللي هي الصن لايت والالترا فايلوت واللي هي الاكس راي، ولا ان انا اسخن عن درجه حراره 60 او ان انا اعمل باسترايزيشن للبن. تمام يعني دول لحد دلوقتي. تمام، بعد كده نتكلم بقى ايه على ترانسميشن، هي تنقل ازاي. اول حاجه بيقول لك ان هي البيشنت ويز اكتيف بالمونري تيوبيكلوزز شيد لارج نمبر اوف هي الاورجانيزم باي اي باي كوفرنج. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو قابلت شخص عنده تيوبيكلوزز، هتلاقي ان ممكن العدوى يتقلك عن طريق ايه؟ عن طريق اما ان هو يكح في وشك، او عن طريق ايه؟ او عن طريق الرذاذ اللي في وشك، مثلا عطس او حاجه، فايه فالبكتيريا تقوم ايه جايه عليك. تمام تمام، عن طريق الكوفنج او ايه، او انه الدروبليت عن طريق الرذاذ. طيب بيقول لك اللي هي البرنسبل مود اوف ترانسميشن عن طريق ايه؟ عن طريق انهيليشن. يعني طيب يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي هيجي لك العدوى ازاي؟ عن طريق ان انت بقى شميت او عملت انهيليشن، استنشاق الايه للبكتيريا. هو كح في وشك مثلا، فانت ايه فانت شميت بقى الايه الهواء اللي حواليك بقى اللي هو فيه البكتيريا ده. تمام، عملت انهيليشن اللي هي ايروزول اللي هي كاريد باي اير، يعني ايه انت شميت الهواء اللي فيه البكتيريا دي. تمام، او عن طريق ايه؟ او عن طريق، مش احنا سائلين دلوقتي ان احنا بنبصر اللبن علشان نقتل البكتيريا دي، معناها ان هي تبقى موجوده في اللبن. تمام تمام، فانا ممكن كمان ان تتنقل لي عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا شربت لبن فيه بكتيريا، فبنسمي في الحاله دي حاجه اسمها اللي هي البوفين تيوبركلوزس. بوفين يعني ايه؟ يعني بقر. تمام تمام، فانت خدت العدوى ديت من البقر اللبن بتاعها. تمام تمام، فممكن العدوى تنتقلك عن طريق ان انت تعمل ايه؟ تعمل انجيشن للايه للملك. تمام تمام، بعد كده عندي ايه؟ عندي اللي هي الاميونيتي. طيب المناعه، انت دلوقتي شخص المفروض ان انت هتنصاب بمرض التوبركلوزس. تمام تمام، لما تنصاب بمرض التوبركلوزس ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هيحصل تحفيز للبص اللي هي الهيومرال والاي والسيل ميديتد. يعني انت عندك المناعه هتتحفز الاثنين، يعني المناعه الخلويه تمام والمناعه الخلطيه زي ما احنا كنا واخدينها قبل كده. تمام تمام، يعني ايه اللي هي الهيومرال؟ يعني هنكون جسمك هيكون انتبودي وايه، وهيبقى طالع بقى اللي هي التي سيل وتي البر والتي سيل توكسين والحاجات دي يعني. تمام، بعد كده قال لك ايه؟ قال لك ان سيلولار ميديتد اللي هي الاميونيتي اللي بيبقى المسبب بتاع اللي هي سي دي 4 على الموجود على التي سيل، بيقول لك ان هي بتبقى كومبناي ليد هايبر سنسيتيفيتي، هي اصلا اسمها اللي هي ليد هايبر سنسيتيفيتي زي ما احنا خدناها في مديول اي بي ال، وبتشارك ايه؟ بتشارك في الباثوجينيسيس اند هي الاميونيتي تو اي تو ذا ديزيز. يعني هي لها دور في ان هي تقاوم المرض ده. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان اللي هي السيلولار ميديتد اميونيتي هي اللي هتقاوم المرض ده، هي اللي لها الدور الفعال والاكبر ان هي تواجه المرض ده. ليه بقى؟ لانه تحت هيقول لك على طول ان اللي هي الانتي بودز ما لهاش اي دور تماما في ان هي تقاوم البكتيريا دي او ان هي تطردها من جسمك. ليه؟ لان احنا عارفين ان هي بتخش جوه الخلايا، فصعب جدا الانتي بودز ان هو يوصل لها. فعشان كده بيقول لك ان الدور الاكبر هيبقى لمين؟ للسيلولار ميديتد اميونيتي. تمام تمام، والانتي بودي يبقى الثاني، الانتي بودي ما لهاش اي دور، نوت كونتريبيوت تو اللي هي كليرنس للاورجانيزم. تمام، بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها اللي هي الفيرولنس فاكتور. طبعا المفروض ان انت عارف ان الفيرولنس فاكتور لاي بكتيريا الكبسول بتاعها، صح؟ تمام، هنا بقى هي اصلا نون كبسوليتد، خلاص هي نون كبسوليتد في البدايه زي ما احنا كنا قايلين، ثلاثة نون تمام، هي نون كبسوليتد ونون بيرفورمينج ونون موتايل. طيب فالمفروض هنا ما تجيبش ست كبسول خالص. تمام، فهو قالك في البدايه بس كده حابب ينبهك لحاجه، ان هي ما بتنتجش اصلا توكسين، يعني هي اصلا ما بتطلعش سموم. هتقولي يعني بعد ده كله بعد المشاكل اللي هتسببها ده دي كلها يعني ما عندهاش سموم؟ هقول لك يعني هي ما بتنتجش سموم خالص، لكن السبب او السر في ان هي تبقى بالخطوره ديت ان السيل ممبرين بتاعها هاي ليبيد كونتنت زي ما احنا كنا قايلين. تمام تمام، فهو بيقول لك ايه؟ ان هي عندها الفيرولنس از ايه؟ ديو تو اتس ابيليتي تو سيرفايف and grow within اللي هو الهوست سيل. تمام، البكتيريا اللي هي السلفليبيد يعني ايه؟ طيب احنا
الكلام دوت كده معناه ان انا عندي دلوقتي ديت افتراض ان هي ايه دي ماكروفاج، تمام. الماكروفاج خدت ايه، خدت البكتيريا ديت ودخلتها جواها، تمام. المفروض المنطق ان ايه الماكروفاج تكسرها، خلاص تمام. فهتلاقي ايه، هتلاقي ان الليبر احنا طبعا عارفين ان هي عندها ايه، عندها ميمبرين. الميمبرين ده بيحتوي على إيه؟ على حاجه اسمها النيوكليك اسيد، تمام تمام فهو بيقول لك ان بسبب النيوكليك اسيد دوت هي كمان بتفرز ماده حاجه اسمها سلفوليبيد. يعني الماده هي بتفرز ماده بالاضافه ان هي عندها الغشاء بتاعها عنده هاي ليبيد كونتنت، هي بتفرز بقى ماده اسمها سلفوليبيد، تمام تمام. السلفوليبيد دي بتمنع ان يحصل ليها الفاجوسوم، ان هي اصلا ان اللايزوزومز تبلعها، معلش دي اللايزوزوم مش ماكروفاج، تمام تمام. ان هو يحصل لها ايه، ان يحصل لها فاجوسوم بسيط، ايه بسيط لايزوزوم، تمام تمام. بعد كده قال لك ان هي ليها المايكرو بكتيريوسز تيوبركلوزس معلش از ايبل تو جرو، تمام. ان هي لها القدره ان هي كمان تنمو ايفن ان هي الاميونولوجيكالي اكتيفيتد ماكروفاج، تمام. يعني ايه، يعني مثلا ماكروفاج جاهيت وجاية تقوم بدورها، يعني مثلا هي شافت دلوقتي اللي هي التيوبركلوزس، شافت البكتيريا تمام، وهي رايحه عشان تاكلها، تمام. هي دلوقتي في حاله اكتيف، فهو بيقول لك ان هي كمان قادره ان هي لو الماكروفاج ديت ابتلعتها هتنمو جواها، تمام. هتتم عادي جدا وهتتكاثر ومفيش اي مشاكل خالص بالنسبه لها، تمام تمام. وممكن تقعد كمان لمده ايه، لمده عقود، لمده سنين وعشرات السنين، تمام تمام. بعد كده قالك ان هي بتكون كورد، يعني بتكون حبال او شكلها بتبقى سلسة كده، يعني كده تلاقيها مسكت في بعضها في بعضها وكونت حاجه طويله كده. طيب دوت ايه لازمتها؟ يعني الكورد ديت بتساعد ان هي، طبعا احنا عارفين هي ما بتكونش سموم، طيب السميه بتاعتها بتكون بسبب ان هي بتكون كورد، بتكون حبال. ليه بقى؟ لانها بتعمل انهيبيشن للميجريشن اوف ليا ليوكوسايت. طب احنا عايزين الليوكوسايت عشان ايه؟ عشان تحفز المناعه اكتر، وان انا اقاوم المرض او ان انا اواجهه واحاول ان انا اكسر البكتيريا ديت واتخلص منها وكده. لا ده هي كمان بتمنع ايه، بتمنع ان يحصل ميجريشن لليوكوسايت، وبتسبب حاجه اسمها كرونيك جرانيلوما. طيب كرونيك جرانيلوما دي احنا اصلا هنتكلم عن جرانيلوما بعدين، تمام، وهنفهمها اكتر يعني. طيب بعد كده الباثوجينيسيس. الباثوجينيسيس قالك ان تي بي انفكشن ستارت وين ذا بكتيريا ريتش ذا الفيولاي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي خدتها واستقبلتها، هي مش هتبدا الشغل بتاعها غير ايه، غير في الالفيولاي، لان احنا عارفين ان هي ايه، ان هي ايروبيك او استراكتلي ايروبيك، يعني هي بتعيش في وسط فيه هواء. فايه بقى مصدر الهواء؟ اللي هي اللونج. فين بالظبط؟ في الالفيولاي، خلاص. فهي بقى بتبدا الشغل بتاعها لما بتوصل الالفيولاي، تمام، بتبدا ان هي تتكاثر فيها وتعمل ليها مالتي بلاي ان بالمونري ابيثيليوم اند ماكروفاج، لان احنا سائلين ورا اصلا هي بتعيش جواها وبتقدر ان هي تقاوم ان هي تكسرها وبتتكاثر جواها، تمام تمام. قال لك بعد كده ان المفروض ان بعد اسبوعين لاربع اسابيع بيبدا ان البكتيريا ديت تتكسر، تمام. المفروض يعني الماكروفاج احيانا بتقدر ان هي تكسرها، تمام تمام. بيقول لك بقى ان في بعض من البكتيريا ديت بتقدر ان هي تعيش وبتنتشر للاكسترا بالمونري سايتس، لايه لاكتر كمان، يعني بتقعد بقى تنتشر بقى حوالين ايه، حوالين يعني في السايتس اللي حوالين اللانج وكده، تمام تمام. بعد كده قالك ان البكتيريا بيحصل لها اللي هي المالتي بلاي تو فورم اتيوبركل، تمام، بتبدا ان هي تتكاثر وتكون حاجه اسمها تيوبركل، تمام تمام. طيب احنا كنا واقفين عند ديال البكتيريا المالتي بلاي تو فورم اللي هي تيوبركل. هي معنى ايه اصلا تيوبركل؟ التيوبركل ده انا طبعا عندي اللي هي البكتيريا، البكتيريا ديت هي المفروض ان هي دلوقتي جوه ايه، جوه الماكروفاج، تمام تمام. هي لما هي موجوده جوه الماكروفاج المفروض ان هي ما تتكاثر جواها وما يتمو، تمام، وما يتاكل في بقى. يعني هي كمان يعني بتموت الماكروفاج اصلا، يعني انت تعرف بعد كده ان هي ايه، الماكروفاج هتموت بسبب كل الحاجات اللي بتحصل جواها، تمام. التيوبركل ده عباره عن ايه، عباره عن مناطق من النيكروزس والكازييشن، تمام تمام. يعني عباره عن ايه، عباره عن كازييشن ونيكروزس. بعد كده قالك ان افتر فيو ويك، يعني بعد يعني بعد الاربع اسابيع دول هتلاقي ايه، هتلاقي ان الماكروفاج ديت ماتت خلاص، تمام، وهتطلع كل البكتيريا اللي اتكسرت جواها وهتكون حاجه اسمها هتكون سنتر، تمام. السنتر ده هتلاقي ان هو محاوط بالماكروفاج والليمفوسايت. هنقول ده يعني لو حد مش فاهم احنا هنعيد الحاجه دي كمان مره يعني، تمام. وبيقولك ان هي ديزيز مي بيكم دورمنت. طيب يعني ايه بقى كل العك ده؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا كان عندي ماكروفاج، تمام تمام، يعني ماشي، يعني هنا في الرسم هنا كده يعني شكلها ممكن تبقى لطيفه ايه. طيب بيقولك ايه، بيقولك ان دي الفيلار ايه، ماكروفاج، يعني ماكروفاج، تمام تمام. وقالك ان انهاليتد تيوبركل اللي هي الباسلوس، تمام، يعني البكتيريا اللي داخله هيت، تمام، ومدخل جوه الماكروفاج، خلاص تمام. بعد كده قالك ان حصل ان الماكروفاج جت بقى
عشان تغزو ايه، تغزو المكان دوت وتحاول ان هي يعني تقاوم البكتيريا ديت. هتلاقي ايه، هتلاقي ان هي مرات تتسرع طبعا البكتيريا ديت جواها، والبكتيريا ما تتكسر طبعا، في منها اللي قدرت تكسره وفي منها اللي ما قدرتش ان هي تكسره. تمام. بعد كده هتلاقي ايه، هتلاقي بعد فتره الماكروفاج ديت عمالة تموت، واللي بيموت بيقوم مطلع ايه، مطلع تيوبركلوزس. تمام، بتطلع ايه، بتطلع بكتيريا اللي اتكسرت جواها، وهيتكون منطقه من التيوبركلين عباره عن ايه، عباره عن كازيشن سنتر. تمام. الكازيشن سنتر دي محاطه بايه، محاطه بالماكروفاج، وهتلاقي ليمفوسايت كمان اهي، يعني ليمفوسايت جت خلاص. تمام، دي كده على بعضها كده اسمها ايه، اسمها هي السنتر. تمام. يعني ايه بقى دورمينانت؟ دورمينانت يعني ممكن تلاقيها في حاله خمول، يعني كل ده في حاله خمول. تبدا ايه، تبدا ان البكتيريا تحسسك ان هي ايه، انا مش هعمل حاجه، ولا هتكاثر، ولا هسبب اي مشاكل، ولا هعمل اي حاجه، ولا هتخانق مع اي خليه خالص في الجسم خلاص. فيبدا جسمك يستوعب ان هو ايه، خلاص بقى هي مش هتسبب خطر عليا، فيبدا ايه ان الخلايا دي تبدا تهدى كمان، وما تعملش اي ايه، اي اكشن. تمام، وكلهم يهدوا خالص. تمام، دورمنانت يعني ايه، يعني خامل او كامل، يعني ما تسببلكش اي مرض ولا اي وجع، ولا تحس ان انت اصلا فيك حاجه خلاص. تمام، بيقول لك بقى ان في بعض الناس ان بيحصل عكس كده، بيقول لك ان الماتيور تيوبركلس از ايه، از فورمن، بتكون ايه، بتكون فايبروبلاست. يعني ايه، ممكن تحوط اللي هي التيوبركلوز، يعني تحوط المنطقه بفايبرس من بره بقى، يعني من بره خالص، تكون ايه، تكون منطقه من الفايبر كده، وتحوطها بالفايبروبلاست. تمام. بيقول لك ان التيوبركل بعد كده، يعني التيوبركل في الاخر بتربشر. تمام، تبدا ان هي ايه، ممكن تنفجر، يعني ده ايه، مش في كل الناس. تمام، يعني في ناس بتفضل دورمنانت، وفي ناس بقى ايه، المرض بيتطور معاهم، ويلاقي ايه، ويلاقي التيوبركل بدات تنفجر. تمام. وهيطلع منها ايه، هيطلع منها البكتيريا، وهيطلع منها الكازيشن والنكروزس. تمام، وهتبدا بقى تنتشر بقى في بقيه ايه، بقيه الجسم. تمام، وهتبدا ان هي تسبريد ثرو ذا ريسبيراتوري سنتر سيستم ايه اند بودي. تمام، هي فتحت اهيت. تمام، هتبدا بقى تنتشر. طيب المهم، بعد كده عندنا الكلينيكال ايه، كلينيكال ساين اوف كانس. اول حاجه قالك ان البرايمري تيوبركلوزس بتحدث في الناس اللي اول مره في حياتهم يتعرضوا للاورجانيزم ده. تمام، عشان كده سميناه ايه، برايمري تيوبركلوزس، الناس دي اول مره في حياتهم تتعرض للمرض دوت. قالك ان الماجوريتي اوف الكيزز اللي هي 90% يعني ذا انفكشن بيكم كونتينت ان ايه، ان جرانيولوما. تمام، اند موست بيبل ار انورد ان اوير اللي هي الانيشال انكاوتر، بنسميها ايه، بنسميها اللي هي ليتنت دورمان. يعني ايه، عايز اقول لك ان 90% من الناس اللي بيجيلهم اللي هي البكتيريا ديت بتكون ايه، بتكون جرانيولوما، اللي هي الحاجه اللي فوق دي اسمها جرانيولوما. تمام. بيقول لك ان ايه، ان معظم الناس ما بتبقاش مدركه ولا واعيه للخطر ده. ليه؟ لان احنا قايلين فوق ان هي بتبقى ممكن تبقى في حاله خمول او كمون. يعني ايه، يعني مفهماك ان هي مش هتاذيك. تمام. فانت طبعا بتبقى غير مدرك للخطر دوت، فبنسميها ايه، بنسميها ليتنت دورمنانت. يعني ايه، يعني كامنه او نائمه. تمام. قالك ان الدليل الوحيد اللي يثبت لي ان انت شخص عندك تيوبركلوزس او مرض او في جوه جسمك، بيقول لك ان الدليل الوحيد عشان اثبت فعلا ان الشخص دوت مريض تيوبركلوزس، لازم ان انا اعمل له تحليل. التحليل ده اسمه تيوبركلين تيست، ولازم يبقى بوزيتيف. تمام. كده اتاكدت ان الشخص ده فعلا عنده تيوبركلين، ايا كان بقى كامل او مش كامل، فهو هيعرفني ان الشخص ده عنده فعلا تيوبركلين. بيقول لك the course of the tuberculosis infection either اما يكون latent، يعني تبقى في حاله خمول، او ان المرض دوت يتطور ويبقى ليه اعراض. تمام، وتبقى شخص يعني مصاب والاعراض باين عليك. الشخص اللي بيبقى latent ده ما بيبقاش فيه اعراض باين عليه، كانه مش مصاب بحاجه. تمام، لكن الشخص اللي هو بيحصل ليه البروجريسز او بروجريسنج، يعني بيبقى في حاله، بيبقى عنده كلينيكال فيتشر، يعني بكتشر، يعني بيبقى ليه اعراض بقى وكده. طيب بيقول لك ان حوالي 10% منهم اللي هي الارستد برايمري انفكشن ديفلوب كلينيكال تيوبركلوزس ات سام ليتر تايم ان او. يعني ايه، يعني في بعض من الناس اللي بينصابوا من المرض دوت لاول مره في حياتهم، والاعراض دي بتتطور وكده. بيقول لك ان ات سام ليتر تايم، يعني بعد كده من حياتهم ممكن يتصابوا تاني خلاص، يعني ممكن يحصل اصابه تاني للمرض دوت. بعد كده عندك طيب ثانيه، هو احنا بنتكلم ايه، بنتكلم في الكلينيكال ساينيفيكانس. تمام،
اول حاجه هتحصل ان انا هيكون عندي انيشال فيز، يعني مرحله ابتدائيه في البدايه خالص، وانت اول مره المرض يصيبك. تمام. اول حاجه هنلاقي ان الايدز جوالي اكوايرد عن طريق الريسبيتوري تراكت. يعني ايه؟ يعني انا هكتسبه عن طريق الريسبيتوري تراكت، عن طريق الانهيليشن. تمام. بيقولك ان هي زي انيشال ليجن اوكور ان اسمول برونكيولاي، تمام، اور في الالفيولاي. طبعا احنا عارفين يعني في الالفيولاي والاسمول ليال برونكيولاي، يعني لان هي ده المكان اللي بيبقى فيه هوا كتير، تمام، المكان اللي بيحصل فيه جاز اكسشينج والاكسجين وكده، تمام. وبيبقى ايه عند ليال ميد لانج بريفري. يعني انا عندي دلوقتي، انا عندي دي التراكيه اهيت، وايه مطلعه برونكاي ومكونه اللانج، تمام. وانا عندي بقى هنا الفيولاي بقى وكده، يعني تمام. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هي بتبقى عند ايه؟ عند اللي هي البرونكيولاي، اسمه البرونكيولاي، اللي هي اللي هي الحاجات اللي عامله زي كده، تمام، اللي هي دول كده، والايه والالفيولاي، تمام. وطبعا احنا عارفين ايه ده، هنا كده بتبقى في منتصف، يعني الجزء ده كده، الجزء ده كده بنسميه ايه؟ بنسميه اللي هي الميد لانج بريفري، تمام. فانت عندك الانفكشن هتبقى موجود اكتر في الايه، في الجزء المنتصف بتاع اللانج، تمام. بعد كده قالك ان هي الانيشال فيز اوف ذا انفكشن از يوزوالي ميلد اور ايه اور اسيمتوم. يعني في البدايه خالص انت مش حاسس باعراض، وحاسس بشويه اعراض خفيفه كده، كانها فيفر خفيف، يعني كانك عندك دور برد خفيف كده او حاجه، ويز اكزيوتيف ليجن، تمام. طيب بعد كده عندك التيوبركل، اللي هي التيوبركل فورميشن، انا هكون ازاي التيوبركل. طب احنا كنا يعني شرحناها، تمام، وقلنا ان هي عباره عن ايه، سنتر زون وحواليها الماكروفاج وكده. احنا بقى هنتكلم، هنقسمها لثلاث ايه، لثلاث اجزاء. الجزء اللي في السنتر، تمام، يعني تعالى نرسمه عشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لنا. عندنا جزء في السنتر اهو، تمام، حوالين الجزء في السنتر ديت في منطقه اسمها ايه، اسمها اللي هي الميد، تمام، وفي مرحله في الاخر كده اسمها بريفرال، او زون يعني في الاخر اسمها بريفرال. فاحنا قسمناها ايه، لثلاث زونز، تمام، قسمناها لسنتر زون والميد زون وبريفرال زون، خلاص، تمام. بيقول لك ان هي عباره عن ايه، عباره عن بروتكتيف ليجن، تمام، از نون از اللي هي جرانيلوما اور تيوبركل، تمام. يعني ده هو العرب بقى اللي ايه، اللي بيسبب كل المشاكل، يعني تمام. بنسميها اللي هي جرانيلوما او تيوبركل. بتتكون من ايه زي ما احنا عرفنا، هي سنتر والميد والبريفرال، تمام. اللي في السنتر بيقول لك ايه، اللي في السنتر عباره عن ايه، عباره عن بتبقى لارج ومالتي نيوكليتد جينسل، اسمها اللي هي الماكروفاج، يعني تمام. وبيقولك ان هي بتحتوي على ايه، بتحتوي على اللي هي تيوبركل باسيلاي، يعني بتحتوي على ايه، على البكتيريا، بتحتوي على البكتيريا، يعني هي دلوقتي بتحتوي على ايه، على البكتيريا والماكروفاج اللي هي اصلا واكله البكتيريا والجينسل، تمام. وبتبقى منطقه لارج، خلاص، تمام. اما في الميد زون اللي هي المرحله اللي هي ما بينهم دي، اللي هي الزرقاء ديت، تمام، بتبقى عباره عن ايه، عباره عن بيل اندوثيليال بس، يعني بيل اندوثيليال، تمام. بعد كده قالك اللي هي منطقه البريفرال اللي هي بره خالص، بتبقى ايه، بتبقى عباره عن فايبر بلاست. مش احنا قايلين في الاخر ان هي يتم احاطتها بالفايبر بلاست، تمام. او اللي هي المونو نيوكليير سيل، تمام، يبقى فايبر بلاست ومونو نيوكليير سيل. بعد كده بيقول لك ان هي ذا سنتر اوف اللي هي تيوبركل ديفلوب كاركترستيك اكسبانتنج كازيشن او اللي هي التشيزاني نيكروزس، تمام. ما احنا عارفين ان هي ايه، عارفين المنطقه اللي في النص ده، اللي في النص اللي هي الحمراء دي، بتبقى ايه، بتبقى عباره عن ايه، عباره عن كازيشن ونيكروزس، لان اللي هي ايه، عباره عن اللي هي التيوبرك اللي هي التيوبركل او اللي هي الجرانيلوما، تمام. طيب يعني عباره عن ايه، كازيس ونيكروزس، فين؟ في السنتر، يعني ركز في التفاصيل دي شويه. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها ليها ديزيز كورس. طيب الطريق بقى المرض بقى بيمشي فيه بقى وكده. طيب اول حاجه بيقول لك ايه، بيقول لك ان هي اف ذا ليجن اللي هي الاريستس او الليجن دي بريك داون، يعني لو ان الاعراض ديت توقفت او حصل بريك داون ليها. طيب هو بيقول لك لو هي ايه، لو هي فضلت متوقفه، يعني في حاله ايه، في حاله خمول زي ما احنا كنا قايلين، يعني تمام. بيقول لك ان الـ ان الاورجانيزمز اللي بتبقى موجوده ديت اصلا بتبقى نون اللي هي البروليفريتنج، يعني ما بتنقسم، مش بتدمر زي ما هي في حاله خمول، يعني بتفهم جسمك ان انا خلاص انا مش هاذيك وكده، يعني تمام. لو بقى الليجن اللي هي التيوبركل يعني او جرانيلوما اتكسرت، تمام، بتبقى عباره عن ايه بقى، بيقول لك ان الكازيشن ماتريال از ديستشارج، وبيتكون ايه، بيتكون كافيتي، تمام، يعني عباره عن ايه، عباره عن تجويف كده، خلاص، وبيحصل سبريد للتيوبركل،
زي ما احنا كنا قايلين في الرسمه اللي احنا اللي كانت مرسومه تمام. انيكازيشن الماده ديت هتقوم ايه، هتقوم طالعه خارجه بره ال بره السنتر او التيوبيركل يعني، او اللي هي الجرانيولوما تمام. وهيبقى عندي حفره تجويف بقى مكان كازيشن دي تمام، وهيحصل سبريد للايه، للمرض. طيب بيقول لك ان السبريد اوف التي بي، بيقول لك ان التي بي سبريد باي ايه، باي حاجه اكيد ان يا اما بالبلط يا اما بالايه بالليمفاتيك. يعني عندي توست يعني طريقين، يا اما طريق الليمفاوي او طريق ايه او طريق اللي هي الاوعيه الدمويه تمام. بيقول لك ان التي بي كان سبريد ايه، سبريد ذا لونج، يعني ممكن ان هو معلش اللي هي سيد ذا لونج والليمف نود تمام، اور ديستنت تيشو، او ان هو ممكن يروح للليفر، او ممكن يروح للسبلين، او ممكن يروح للكيدني، او ممكن ياثر على البون، او ممكن يعمل مننجايتس تمام. تمام يعني هو بيأثر على ايه، بيأثر على اجزاء الجسم يعني من الاخر، ممكن تسبب امراض في كل دول خلاص تمام. بيقول لك ان ان زي اكستريم اللي هي الاستنس اكتيف تيوبركل ديفلوب ثرو اوت زي بودي و سيريس كونديشن نو از ميلياري او اللي هي ديسمينيتد تيوبركلوزس. يعني ايه؟ بيقول لك ان لما اكستريم اللي هي الانستنس يعني الحدوث لما يكون شديد او قوي يعني، والاكتيف تيوبركلز يعني التيوبركل في حاله اكتيف وبتبقى متطوره وعماله تتكاثر وتنتشر في الجسم ووصلت لاكتر من مكان، يعني بنسميها سيريس اللي هي سيريس كونديشن، يعني بتبقى ليها الحاله خطره شويه وبنسميها اللي هي ميلياري تيوبركلوزس. الاسم مهم، ممكن يقول لك ان اللي هي سيريس كونديشن اسمها ايه، اسمها اللي هي ميلياري تيوبركلوزس. طيب بيقول لك ان هي سكندري ديزيز بنسميها اللي هي الري اكتيفيشن، يعني دي برضه مهمه تمام. يعني السكندري ديزيز دوت انت كان شخص برايمري جالك المرض اول مره في حياتك، ان انت كنت اول مره تتعرض للمرض ده عن طريق ايه، عن طريق ان انت خدته عن طريق انهيليشن او كده تمام. تاني مره يا سكندري تيجي لك عن طريق ايه، عن طريق الري اكتيفيشن تمام. حصل ري اكتيفيشن يا اما بقى ايه، يا اما حاجه من حاجتين، يا اما انت رجعت خدت الحاجه دي من بره، خدت البكتيريا دي تاني من بره، يا اما ايه، يا اما كانت موجوده جوه جسمك وفاكر اللي كانت موجوده وكانت في منطقه خمول او نايمه يعني تمام، هتبدا بقى تفوق عليك تاني تمام، تبدا ان هي تفوق بقى وتشتغل خلاص. احنا بنسميها ايه، دي ري اكتيفيشن. بيقول لك ري اكتيفيشن اللي هي الميكوبكتيريم تيوبركلوزس ذات هاز سرفايفد ان ايه، ان الليتنت برايمري تيوبركلوزس، يعني اللي هي كانت ايه، كانت مكونه وبقت في حاله خمول اللي احنا كنا قايلينها في الاول خالص تمام. تمام بيقول لك ان الاعراض بتاعتها تبقى زي موست ايه، زي موست كومن سايت بيبقى البلمونري سايت ده احنا عارفينها طبعا تمام. تمام وبتبقى موجوده ايه، موجوده في اللونج يعني ايبكس في اللونج، احنا عارفين هي بتكون من ايبكس تمام، القمه تمام، والجزء ميدل في النص وايه اللي هو اللي هي القاع بتاعتها تمام. تمام المهم يعني ان هي الايبكس بتاعتها احنا كنا عارفين ان هي بتحتوي على اكبر كميه من الاكسجين، فهي بتبقى موجوده فين، في اكتر كميه اكتر مكان في اكسجين تمام. تمام طيب ده بيبقى مناسب طبعا للايه، للجزء بتاع البكتيريا دي. اللي هي destruction of the lung disease lead to air filled cavity، احنا كنا عارفين ان هي كونت ايه، كونت cavity، الكبد اللي كانت متكونه بسبب ان اسمها ديت الكازيشن، الماده الكازيشن ديت اللي هي اتشالت يعني تمام. تمام ورزه بكتيريا اللي هي ريبليكيتد بتبدا ان هي ايه، بتبدا ان هي تتكسر بقى في الكافيتي دوت تمام، وتبدا ان هي تنتشر خلاص. بيقول لك ان البيشنت بيكوم ايه، بيكوم انفكشس تو اذر، بيبدا بقى ساعتها ان الشخص او المريض دوت يكون معدي لغيره تمام، لازم بقى ينعزل عن اللي حواليه وكده تمام. طيب بيقول لك ان اللي هي ري اكتيفيشن از اللي هي الابرنتري كوزد باي، اول حاجه بيقول لك هي اللي هي الامبرمنت ان اميون ستيت تمام. بيقول لك ان الاوفن اسوشيتد ويز مال نيوتريشن او اللي هي الالكوهوليزم او اللي هي الادفانسد ايج او اللي هي سيفير ايه، سيفير ستريس. يعني ايه اللي ممكن اصلا يخلي الري اكتيفيشن دوت ان هو يحصل، يعني يا اما ان يكون حاجه متعلقه بالمناعه عن طريق ان انت مثلا عندك سوء تغذيه، او انت بتشرب الكحول كتير، او انت مثلا كبير في السن، او انت بتعرض نفسك لستريس عالي تمام، او ممكن انت تكون شخص عندك اميون ديزيز او اميون ريال سبريسيف تمام. تمام زي مثلا ايه، زي امراض اللي هي الدايبيتس ميليتس او اللي هو الناس اللي عندهم ايدز تمام، دول بيبقى اركومن طيب كونديشن، يعني اكتر ناس بتتعرض ان يحصل ايه، يحصل ري اكتيفيشن. بعد كده قالك ان في حاله اللي هي التيبركلوزس اللي هي الليتنت ايه، الليتنت انفكشن اللي هي اللي في حاله خمول او كمون ما بتعملش اي حاجه، او التيبركلوزس ديزيز اللي هو ايه، اللي هو اللي بيطلع بقى اللي هي الكلينيكال بيكتشر او كده، بتبقى شخص يعني عندك الاعراض وكده. بيقولك ان بالنسبه للشخص اللي هو بيبقى عنده او البكتيريا بتبقى في حاله خمول بيبقى هاز نو سيمتوم، اما الثاني اللي بيبقى المرض عنده ظهره كده بيبقى عنده سيمتوم. الاعراض بتبقى عباره عن ايه، عباره عن ان هو بيبقى باد كوف، عنده
عنده كحة شديدة أو سيئة يعني لمدة 3 أسابيع أو ممكن كمان توصل لأكتر من كده، بيبقى عنده بين في التشيست بتاعه، بيبقى عنده اللي هي الكوفينج، أو ممكن كمان اللي هو يكح دم أو بلغم وكده، بيبقى عنده ويكنس أند اللي هي الفاتيك، وكمان بيخسر وزن كتير، بيبقى عنده فقدان في الشهية، بيبقى عنده فيفر، بيبقى عنده سويتنج ات نايت، بيعرق كتير بالليل. تمام. بعد كده بيقول لك ان هي دازنت فيل سيك، يعني ما بيحصلش ايه، ما بيحسش بمرض، لكن ده لا بيبقى عنده مرض. تمام. بيبقى حاسس بالاعراض. بيقول لك ان هي كانت سبريد، يعني مش هتنتشر. ليه؟ لانها اصلا نايمه، ولا بتنتشر ولا بتتكاثر ولا اي حاجه خلاص، لكن هي لكن في على الجانب الاخر هتنتشر لبقيه اجزاء جسمك، وهتبقى ممكن توصل تبقى اكثر خطوره يعني. طيب قال لك ان هي يوجوالي هاز سكين تيست اور بلاد تيست ريزلت انديكيتنج للايه، اللي هي تي بي انفكشن. يعني ايه؟ يعني انا لو عملت سكين تيست او بلاد تيست هتظهر فيه. تمام. يبقى هتطلع نتيجه بوزيتيف. تمام. وبتاكد يعني ان الشخص ده عنده تيوبركلين، ايا كان بقى التيوبركلين ده خامل او مش خامل، عن طريق ايه؟ ان انا اعمل سكين تيست او بلاد تيست. تمام. وده برضو لازم اعمل سكين تيست او بلاد تيست علشان ايه؟ اعرف المرض وصل لحد فين. طيب بيقول لك ان هي كانت سبريد، احنا قلناها. طيب مي هاز نورمال تشيست او اكس راي او نيجاتيف سيمتوم اور ايه اور سمير. يعني ايه؟ يعني هتلاقي ان التشيست بتاعه ما عندوش اي اعراض او مرض فيه، يعني ما عندوش احنا كنا فوق بنقول ايه، ان هو عنده بين في التشيست. تمام. هنا بقى لا، هيبقى عنده نورمال التشيست خالص. لما جاي بقى اعمل له اكس راي هلاقي ان ايه، التشيست ما فيهوش اي مشاكل خالص، والاقي لما انا اجي اعمل سمير او اعمل له مسح او كده هلاقيها ايه، هلاقيها نيجاتيف. تمام. تمام. لو انا بقى عملت على يعني في الناحيه الثانيه، عملت بقى اكس راي او كده، هلاقي اب نورمال تشيست وهلاقي ان هي بوزيتيف اللي هي سبيوتم سمير اور كاليتشر. يعني لو عملت له مزرعه او خدت مسحه منه هلاقيها بوزيتيف. طيب بيقول لك ان هي لازم ايه هنا، نيز تريتمنت فور ايه، فور ليتنت تيوبركلين ريال تيوبركلين انفيكشن تو بريفنت اللي هي تي بي ديزيز. طيب هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا بحتاج ان انا اعالج البكتيريا دي علشان ايه، علشان امنع ان هو او تتحول للايه، للمنطقه دي، ان هو يحصل ري اكتيفيشن يعني. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك ان انا لازم ايه، اعالج المرض نفسيا، يعني هنا بحميه ان يحصل له المرض نفسي او ان هو المرض يحصل له اكتيفيشن وكده، لكن هنا ان انا لازم اعالج المرض لانه كده هو عنده يعني. طيب بيقول لك ان الدايجنوزس اوف هي الاكتيف بالمناري تيوبركلوزس انكلود، اول حاجه كلينيكال هي سيمتوم او ابنورمال تشيست راديو اللي هي الراديوجراف، او اللي هي الكونفيرميشن باي ايزولوشن اللي هي الايزوليشن اوف هي المايكرو اللي هي المايكوبكتيريم تيوبركلوزس فروم ريليتيف كلينيكال ماتيريال. طيب وانا عشان ان انا اشخص او ان انا اعرف دايجنوزس، اول حاجه ان انا اشوف ايه، اشوف الاعراض اللي ظهر عليه، او ان انا اعمل له ايه، اعمل له اللي هي التشيست اكس راي فالاقيها ان هي ابنورمال. تمام. او عن طريق ان انا ممكن ايه اعمل ايزوليشن للبكتيريا ديت. تمام. عن طريق ان انا ممكن ايه اعمل ليها سيمبل كولكشن، يعني ان انا اجمع عينات وكده يعني. طيب بيقول لك ان في حاله ان السبيسمين ديت كونتامينيتد، يعني ايه، يعني فيها البكتيريا، انا كده كده اصلا بستخلصها ايه، بستخلصها من السبيوتم. تمام. لانها تبقى موجوده في اللنج. تمام. تمام. او من اليورين او من الاستول او من البص. تمام. لكن لو الشخص ده عنده البكتيريا ما فيهاش اي حاجه يعني، يعني في لسه في حاله خمول او كده يعني، او ان هي معلش بتبقى ان اللي هي الان كونتامينيتد، يعني ايه، يعني ما فيهاش يعني ما فيهاش بكتيريا او كده. تمام. بناخد ايه، بناخدها من السي اف اس او اللي هي الاسيتيك فلويد او اللي هي البلورا او اللي هي الجوينت ايجنت افيوجن. تمام. هنا بيقول لك ان هي لازم ان انا يعني هي كونتامينيتد، يعني هي لو يعني مثلا بالغلط مثلا حصل ان العينه ديت لمست حاجه او كده، فلازم ان انا اعمل ايه، اعمل ليها دي كونتامينيشن، ان انا اطهرها او انقيها، وان انا اعمل كونسنتريشن. تمام. تمام. هنا بقى هي اصلا ما فيهاش حاجه، العينه سليمه، مش يعني ايه طلعت النتيجه ان هو ما عندوش حاجه. تمام. بتبقى ايه، تبقى مش محتاجه ان انا اطهرها. تمام. ولا كمان محتاجه ان انا ايه اعمل لها كونسنتريشن باي اللي هي سنتريفيجيشن. تمام. طيب بيقول لك اللابوراتوري اللي هي الايدنتيفيكيشن، اول حاجه عندي دايركت ميثود. الدايركت ميثود عندي يا اما ان انا عن طريق اللي هي الميكروسكوب. تمام. عن طريق ان انا اصبغها واشوفها تحت الميكروسكوب باللي هي الزنيلسون او اللي هي الفلوروكروم ستين. تمام. او ان انا اعمل لها كاليتشر. تمام. طيب اول حاجه اللي هي الزنيلسون ستين هلاقيها اللي هي بوزيتيف فيلم از اولموست دايجنوستيك اوف هي تيوبركلوز انفكشن،
تمام. و negative film doesn't exclude TB infection. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك ان لو كان زين نيلسون ديت استين قالت لي خلاص ان هو شخص موجب بوزيتيف، النتيجه طلعت ان هو ايجابي، خلاص يبقى الشخص دوت انا متاكده 100% ان هو فعلا عنده tuberculosis. تمام تمام لكن لو هي قالت لي نتيجه سلبيه نيجاتيف، فدوت مش دليل كافي ان الشخص ده ما عندوش tuberculosis. تمام لازم ان انا ايه اتاكد ان انا انقل بقى، يعني ممكن استخدم ايه، استخدم ليها فلوروكروم او ان انا اعمل له ايه، اعمل له كليتشر. يعني الزن نفسه ديت مش كافيه تماما ان انا احدد ان الشخص دوت ما عندوش تيوبركلوزس لو هي اديتني نيجاتيف. تمام طيب من حيث مثلا هي فلوروكروم ستين، عندي حاجه اسمها هي الاورامين وليا الرودامين. تمام بتبقى هي هي الاكزامند باي زي هي فلوروسنت مايكروسكوب. تمام بس ضمن الميكروسكوب. طيب اتس مور سنسيتيف، يعني اعلى في الحساسيه من ايه، يعني من زي من اللي هي الزن نفسه. يعني مثلا لو لقيت في بكتيريا هتلاقيها حساسة جدا ليها خلاص. طيب بعد كده قالك ان الكريتشر ان انا اعمل له مزرعة، من اهم الحاجات اللي تبقى في المزرعة بتاعت اللي هي التيوبركلوزس لازم ان يكون عندها فيها ايه، فيها اللي هي الايج انريجد ميديوم، لازم يكون فيها ايج. تمام من امثلة اللي هي الايه، اللي هي اللونستين واللي هي الجنسن ميديا، هي دي كلها على بعضها يعني اسم واحد. تمام بنسميها اللي هي الالي جي، اللي جي ميديا خلاص، اللي جي ميديا. تمام تمام اول هي دوسة ايه، دوسة ايج. بيقول ان هي هاي ايه، هاي سنسيتيفلي اند سبيسيفيك، يعني هي بتبقى اعلى في الحساسيه من اللي هي زي نفس المولي اللي هي الفيروكروم، وسبيسيفيك يعني بتبقى متخصصه او محدده يعني متخصصه البكتيريا دي. تمام بيقول لك الكلتشر از دون اون اللي هي سكرو كاب بوتل، في اللي هي زجاج ازاز مطاط يعني. تمام من لو انا عملت يعني بالميديا اللي هي ال جي او ال جي يعني. تمام انكيوبيتد ايه، يعني هي بتحب درجه الحراره ايه 37 درجه، بتم درجه الحراره 37. تمام والانكيوبيشن بروجي بتاعتها حوالي ايه، حوالي من 4 ل ايه 4 ل 6 اسابيع اور مور، هي سلو جرو يعني بتم ببطء جدا خلاص. تمام يعني ممكن المفروض ان انا هنتظر لمده ايه حوالي من 4 ل 6 اسابيع. تمام بتقولك ان هي ستريكتلي ايه ايروبيك، ان احنا عارفينها. تمام بيقولك ان النيجاتيف ريزلت، انا بقى عشان اتاكد ان النيجاتيف ريزلت ديت صحيحه تمام لازم استنى لمده 8 اسابيع، ويكون ساعتها البكتيريا ما حصلش فيها اي نمو. يعني 8 اسابيع، بعد 8 اسابيع ما لقيتش فيه اي جروس تماما للايه للبكتيريا ديت، خلاص كده اتاكد ساعتها ان فعلا الشخص ده ما عندوش تيوبركلوز. تمام تمام بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان اللي هي الالاو سبيشيز ايدنتيفيكيشن اند اللي هي انتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ممكن ان انا احدد ان نوع البكتيريا او ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن للايه، للفصائل بتاعتها خلاص اللي هي التيوبركلوزس، لان فاكره اول صفحه ولا صفحتين عندنا ايه، عندنا فصائل كتيره منها. تمام انا ممكن احدد هي ايه. تمام وكمان انا ممكن اجيب انتيبيوتيك تمام وابدا ان انا اختبر الانتيبيوتيك دي عليها. تمام فبنقول عليها الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي، ان انا احدد حساسيه البكتيريا اللي انا بفحصها ديت للانتيبيوتيك. تمام تمام بعد كده بيقول لك الكالتشر اللي هي الكاركتر، اول حاجه بيقول لك ان البوزيتيف اللي هي الاي اف بي باي سمير باي سمير اند نيجاتيف كالتشر. طيب بيقول لك يعني البوزيتيف ممكن ان احنا بعد ما صبغناها يعني اوكي، بعد ما عملنا اللي هي اللي هي السمير يعني اللي هي عملناها لقيناها ايه، لقيناها بوزيتيف، بس لما جينا نشوف الكالتشر لقيناها ايه، لقيناها ان هي نيجاتيف. طيب يعني ايه السبب بقى ان هي، يعني في حاجتين مختلفين عن بعض. السبب في الاختلاف دول عن بعض ان هو دي بتسبب ايه، بتسبب ان الاورجانيزم مش حيه، يعني مش عايشه اصلا. يعني الاورجانيزم هي موجوده بس مش عايشه، هي ميته في يعني في حاله يعني مش شغاله خالص. تمام ما بتاثرش على جسمك، هي موجوده لكن ايه، لكن مش شغاله. فسبب البوزيتيف ديت ان هي ايه، ان هي موجوده تمام. والنيجاتيف في الكالتشر لانها ايه، لانها مش بتمه، احنا عارفين ان هو نجروس يعني ده اللي بتاعي على الكالتشر ان هي تمه. طب انها ما بتموش يبقى خلاص يعني الشخص ده ما عندوش. تمام تمام وبرضه نفس الموضوع ده ممكن يحصل ايه، يحصل مع الايه، مع الميكروسكوبيك بكتشر، يعني ايه في حاله مع الميكروسكوبيك اكزامينشن. يعني ايه، يعني مثلا استخدمت ليها اللي هي فلوروسنت اللي هي اللي هي فلوروكروم تيست يعني، ولقيتها برضو هي كمان بوزيتيف ولقيت اللي هي الكالتشر نيجاتيف، هي نفس السبب خلاص. بيقول لك ان هي بتمو ايه، بتمو على اللي هي الوصل ال جي ميديوم، بيبقى ريجولار وبيبقى دراي، يعني الوسط ده بيبقى دراي وريجولار وبيبقى اوف وايت، بيبقى عامل كده يعني ده الشكل بتاعه خلاص. تمام طيب بالنسبه لشباب الاي اف بي دوت، هو عباره عن تحليل، بيبقى تحليل دم، ببقى بحاول ان انا اشوف البكتيريا مقاومتها قد ايه للحمض يعني. تمام عشان يعني بحس ان هي شكلها غريب يعني كده. تمام
بعد كده ممكن ان انا اعمل ايه كمان؟ ممكن ان انا اتاكد من ان الشخص ده عنده ريال تيوبيركلوزس عن طريق ايه؟ عن طريق الانيمال انكيوليشن، عن طريق ان انا اجيب حيوان وام حقناه. ايه؟ حقناه بالماده دي، تمام، حقناه بالمرض نفسي. ذا موست سنسيتيف اند ريال كونيولوسيف ميثود فور دايجنوزس. تمام، هو طبعا احسن طريقه، بس في نفس الوقت يعني مش طريقه ادميه، فعشان احنا كده ما بقناش نستخدمها، لان يعني كده بقى الحيوانات. تمام، بيقول لك ان هي مودرن ميثود اوف كريتشر ار سو ريال ريال افكشس اند تيك شورتر تايم. يعني هي سهله، تمام، وغير كده كمان هي بتبقى اكثر فعاليه، بتبقى افكشس وبتحتاج وقت صغير جدا، يعني سريعه. تمام، يعني بقول لك المفروض انها تستنى 8 اسابيع في حاله الكليتشر، لكن دي كانت ايه، هتاخد وقت قريب. تمام، سو انيمال اللي هي الانكيوليشن از ناو ريلي انديكيتد، يعني لان كده بقى الحيوانات فرق خلاص احنا كده بطلنا نستخدمها. تمام، وبقينا بقى بنعتمد على الكليتشر وكده يعني. طيب، او عن طريق ان انا ممكن كمان ان انا اعمل اندايركت ميثود، يعني كل فده عن طريق اللي هي الانيمال انكيوليشن، او ان انا اعمل كليتشر، تمام، او ان انا اسبغهم مثلا بصبغه اللي هي الزنلسن او اللي هي فلوروكروم ستين. تمام، دول كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن دايركت. الاندايركت بقى، الاندايركت اول حاجه اللي هي التيوبركلين تيست. مش احنا سائلين التيوبركلين تيست ده لازم يبقى بوزيتيف عشان اتاكد ان الشخص ده عنده تيوبركلين فعلا. تمام، التيوبركلوزس معلش. طيب، بيقول لك ان ايه السكن، السكن اليرجي تيست. كنا قايلين السكن اليرجي تيست في الوجه، المقارنه ما بين اللي هي الليتنت والبكتيريا ذات نفسها، يعني اللي هي اصابه الانسان. تمام، يوز تو ديتكت زي سيل ميديتد اللي هي الاميونيتي، لان هي اللي شغاله. فاكر احنا قلنا ان اللي هي الهيومرال اميونيتي ما بتبقاش فعاله اصلا، وبعتبرها ان هي ملهاش لازمه يعني. تمام، بفحص فيها ايه؟ بفحص فيها سيل ميديتد، يبقى ركز، بفحص فيها سيل ميديتد. تمام، تو تيوبركلوزس ويتش بيكوم اللي هي ديتكتابل شخص اتصاب بالمرض، او ان انا اديته فاكسين عشان اتاكد بقى ان الفاكسين ده بكفاءه وكده يعني، وان مناعتي اشتغلت عليه. طيب، اللي هي البرنسبل از ا ريزلت اوف اللي هي البريفيوس اللي هي الاكسبوجر اوف ذا هوست تو اللي هي تيوبركل باسيلاي تي اتش 1 اللي هي تي هيلبر يعني اور سنسيتايزد واكتيفيتد اند اللي هي الكورونري اكس اللي هي الاكسباندد. تمام، يعني عايز اقول لك ان كنتيجه يعني للبريفيوس اكسبوجر ان الشخص ده اتعرض اصلا للمرض، هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان التي سيل بقت اكتف. تمام، وهتلاقي السنسايز اللي بقت حساسه لايه، للتوبركل ديت، للتوبركلوزس. تمام، وهتلاقي ايه، هتلاقي اكتيفيتد. تمام، بعد كده بيقول لك ان هي الهوين تيوبركلين سبستانس انجكشن، يعني انا بمجرد ما حقنها بتحفز ايه، بتحفز حاجه زي بري سنسايز اللي هي تي هيلبر 1 تو سكريت سايتوكاينز. التي هيلبر بتبدا يحصل اكتيفيشن وبتفرز اللي هي سايتوكاين. سايتوكاين بيبدا ايه، هي بتبدا ان هي تجذب الانفلاماتوري سيلز، وخاصه ايه، خاصه الماكروفاج. تمام، كنتيجه لذلك بيحصل ايه بقى، بيحصل ان اللي هي الانديوريد اريا اراوند ذا سايت اوف ايه اوف انجكشن. بص شكلها عامل ازاي. تمام، ويبقى نو رياكشن في حاله ايه، في حاله ان الشخص دوت نوت بي سنسيتايز تو ايه، تو تي بي، يعني لو هو ايه، ان الشخص ده مش ايه، مش حساس للايه، للتي بي، مش هنلاقي ان في رياكشن يعني. خلاص، تمام. بعد كده عندك ايه، عندك اللي هي التيوبركلين تيست. هنتكلم بقى ازنون اولسو، يعني ليه اسم تاني اسمه ليه المانتوكس ايه، مانتوكس تيست. بيقول لك ان الميثود عن طريق ان انا بحقن حوالي 1/10 ملي من البروتين النقي، تمام، اللي انا مستخلصاه من اللي هي التيوبركل باسيلاي، وبحقنه انترا ايه، انترا ديرمال اوف ذا سكن اوف ذا ايه فور ارم. تمام، اللي هي الانتر اللي هي البريتيشن ذا سايت از اللي هي الاكزامند اند اللي هي البالبيتد. لو انا بقى جيت بقى فحصت السايت ده هلاقيه ايه، هلاقيه ان بعد 24 طبعا بعد 48 ساعه، بعد 48 ل 72 ساعه فور ايه، فور اللي هي الانديوريشن، هلاقي ان هو مليمتر ات سايت اوف اللي هي الانجكشن، هتلاقيها كبرت كام مليمتر كده من الايه، من سايت اوف الانجكشن كبرت. تمام، وهتلاقيها اللي هي الاونلي زايد اللي هي الديوريشن ويتش از هارد، بتبقى هارد وبتبقى دنس. تمام، وبتبقى اللي هي الريزد فورميشن از ميجر. طيب، هو المهم يعني اللي يهمني كل ده يعني ما يهمنيش في حاجه، يعني اللي يهمني بقى ايه، هي النتائج بتاعته اللي هي النيجاتيف تيست والبوزيتيف تيست والحاجات دي. النيجاتيف تيست بتاعته، النيجاتيف تيست بتبقى معناها ايه، معناها انه نو انفكشن ات اول اور فيري اولد هيلد وان. يعني ايه؟ يعني ما عندوش انفكشن، يعني الشخص ده مش مصاب، او ان هو ايه، ان الشخص دوت اتصاب بيها من فتره طويله جدا، والبكتيريا دي ايه حصلها هيلد يعني. تمام،
ممكن كمان النيجاتيف تيست اوف فاليو ان اللي هي اكسكلودنج تيوبركلوز انفكشن ان ادلت اند ايه اند شيلدرن. يعني تمام، يعني هي ممكن ايه تبقى كمان نيجاتيف يعني في الايه في حاله الادلت او اللي هي الشيلدرن، يعني مش مهم يعني. طيب المهم بعد كده في حاجه اسمها فولس نيجاتيف تيست، دي مهمه. تمام، الفولس نيجاتيف تيست حاجه اسمها انرجي. انرجي يعني ايه؟ يعني ما عنديش الاميون الكافيه او المناعه اللي تقدر تقاوم لي المرض ده. تمام، بيبقى inability to react because اللي هي weakened اللي هي الاميون سيستم. تمام، طيب مين الاشخاص؟ بيقول لك ان هي سيفير تي بي ديزيز في حاله ايه، في حاله الاتش اي اتش اي في انفكشن. تمام، او في حاله الكانسر. تمام، يعني انت شخص ايه، شخص مثلا اتعرضت ليه اللي هي سيفير تي بي او اللي هي الاتش اي اتش اي في انفكشن او كانسر، يعني طبعا دي بتبقى امراض خطيره، فانت عندك المناعه بتاعتك لو هي ضعيفه فهي مش تقدر تقاوم الحاجات دي، فهتديك ايه، هتديك فولس نيجاتيف تيست. تمام، لان هي ايه، ما هو مفيش رياكشن، مفيش المناعه بتاعتك مش مديها رياكشن علشان تبقى بوزيتيف. ما انا دلوقتي انا مش احنا عارفين ان التيوبركلين تيست دوت بيفحص ايه، بيفحص اللي هي الميديتد سيلولار اميونيتي. تمام، طب ما هو خلاص انا دلوقتي مش شغال اصلا، يعني ايمي مش شغال، فتديني ايه، تديني نيجاتيف. بس انا شخص عندي ايه، ممكن يبقى عندي كانسر او عندي تي بي او عندي اتش اي في. تمام، او ممكن يكون انت لسه اصلا جالك المرض ريسنت تي بي انفكشن. تمام، بيقول لك افتر اكسبوجر التيك ايه حوالي من اسبوعين ل 10 اسابيع فور تيوبركلين تيست تو بيكم ايه، تو بيكم بوزيتيف. ما يبقاش الشخص مثلا لسه متصاب من انفكشن من 5 ايام مثلا او من كام يوم وعملوا تيست فلاقيه نيجاتيف فتقول لا الشخص ده مش مصاب. لا، ما ينفعش، لازم يكون على الاقل قعد حوالي من اسبوعين ل 10 اسابيع بعد الاصابه وعملوا بقى التيست عشان يبقى يطلع بوزيتيف يعني. تمام، او ممكن يبقى فولس بوزيتيف تيست. تمام، عطى انه ممكن يكون اصلا عنده انفكشن لاي مرض تاني، وطبعا اللي هي المناعه اللي هي الديليت اللي هي الديليت هايبر سيستم يعني هتلاقيها ايه، هتلاقيها عاليه جدا عنده. تمام، فهيبين لك ان هو شخص عنده مرض او عنده تيوبركلوزس، بس هو في الحقيقه مش عنده تيوبركلوزس، هو عنده مرض تاني وحفز المناعه اللي هي ديليت هايبر سيستيفيتي يعني. تمام، بس هو ايه، نون تيوبركلوز مايكرو بكتيريا، يعني هي مش البكتيريا اللي احنا عايزين نفحصها اصلا، ده مرض تاني خالص. تمام، عن طريق ان انا اديت له فاكسين. تمام، وقست جيت ان انا اعمل له تحليل فلقيت ان هو ايه، بوزيتيف، بس هو مش معناه ان هو مصاب بالمرض، لا هو فولس بوزيتيف. تمام، هو ما عندوش المرض، هو يا دوبك بالطعم يعني عشان المرض ده ما يجيلهوش، يعني بحاول ان انا احميه من المرض. طيب اذر يوزز لتيوبركلين تيست، ممكن ان انا اعمل ايه، ديترماين اللي هي الانسيدنس اوف اللي هي تيوبركلوس انفكشن ان ايه كوميونيتي، ان انا احدد يعني اللي هي ماشي، ان انا احدد التيوبركلين انفكشن في الوسط يعني في الناس اللي حواليا يعني كده. تمام، او ان انا ايه قبل اللي هي البي سي جي فاكسين اللي ان انا اعمله يعني اعمل التست دوت يعني عشان ايه، علشان اميونايز زي اللي هي تيوبركلين نيجاتيف انديفيدوال اونلي، يعني ايه يعني ان انا بعمل الاختبار دوت علشان ايه، علشان الناس النيجاتيف هم اللي اديهم الفاكسين بس. يعني ايه، يعني ما ينفعش ان انا اصلا شخص عنده تيوبركلوزس ويجي اديله فاكسين، ليه؟ هو دلوقتي اصلا عنده مشكله ان هو جسمه مليان تيوبركلوزس، اروح اديله تيوبركلوزس كمان وضعف المناعه اكتر؟ ما ينفعش. فانا لازم اعمل ليه تيوبركلين تيست في الاول واتاكد ان الشخص ده نيجاتيف عشان اديله ايه، اديله بي سي جي. فلازم اديله بيفور البي سي جي او افتر البي سي جي مع الناس طبعا اللي ما عندهمش اصلا تيوبركلوزس علشان اتاكد بكفاءه الفاكسين ده شغال ولا لا، يعني الفاكسين شغال ولا مش شغال. خلاص تمام، بعد كده عندي ايه، عندي الانترفيرون جاما، ده تحليل تاني بقى. تمام، انترفيرون جاما دوت بيبقى ان فيترو بلاد تيست او اللي هي سيل ميديتد اميون ريسبونس. طيب المهم يعني ار يوزد ان ذا دايجنوستس اوف سم انفكشس ديزيز سبيشال ايه التيوبركلوزس. تمام، بعد كده قالك اللي هي الايه ميجر اللي هي الانترفيرون جاما اللي بيخرج عن طريق ايه، عن طريق تي سيل. تمام، عشان كده اسمها ايه، عشان كده اسمها انترفيرون جاما. تمام، فلونج ايه، فلونج سيميوليشن باي انتيجين سبيسيفيك للايه، اللي هي المايكرو بكتيريا اللي هي التيوبركلوزس. يعني ايه، يعني هو بيحصل له اكتيفيشن عن طريق ايه، عن طريق ان هو بيتحفز لما بيشوف انتيجين معين بيبقى موجود في اللي هي التيوبركلوزس، زي مثلا ايه، زي اللي هي اللي هي الاي اس اي تي 6 او اللي هي السي اف بي 10. تمام، اسمها ايه، اسمها هي ايه اللي سكريتد انتيجينك تارجت 6 او ايه، او اللي هي الكالتشر فلتريت بروتين. طيب بعد كده بيقول لك ان هي الزوس انتيجين ار مور سبيسيفيك زان اللي هي البي بي دي 4 اللي هي الام تيوبركلين. طيب يعني هي بتبقى ايه، بتبقى اكتر ايه اكتر. طيب اللي هي احنا قلنا اخر حاجه ديت اللي هي زوس انتيجين ار مور سبيسيفيك زان بي بي دي 4 ايه، فور اللي هي الام تيوبركلين.
اللي هي البيبي ديت اللي هو البيوريفايد بروتين درايفات اللي احنا كنا بنحطه في اليوتيوب كلين تيست. تمام، مش عارفه اخد تيوبر كلينتس عباره عن ايه. عباره عن انا بجيب بروتين نقي من اليوتيوبر كلوزس، وبيقول لك بقى ان هو افضل منهم، اللي هي الانتيجين ديت بتبقى افضل منهم. بعد كده قالك ان السيرولوجيكال ميثود، السيرولوجيكال ميثود المفروض ان السيرولوجي ديت ان انا بفحص ايه، بفحص انتيبادي. وانا لسه قايله لك ان الانتيبادي ملهاش اي لازمه خالص في الايه، في المرض دوت خلاص. فعشان كده بنقول ايه، اللي هي ليميتد ابلكيشن في الدياجنوزس، يعني نادرا جدا ما بستخدمها في التشخيص. بعد كده عندك اللي هي ريسنت، ايه ريسنت اند رابيد ميثود، يعني في بقى طرق جديده وحديثه وبتبقى سريعه بستخدمها عشان اعمل دايجنوزس. عن طريق ايه؟ زي مثلا ايه، زي اللي هي البكتك راديو متريك تكنيك، عن طريق ان انا بستخدم اللي هي عندي حاجه اسمها الكربون المشع. الكربون المشع ده باخده من حاجه اسمها البالميتك اسيد، اللي هو الحمض اللي هو النخيل يعني. طيب دوت بيبقى عند ذره الكربون رقم 14 بتبقى مشعه. تمام، فبقى انا باخدها بقى. تمام، ومفروض ان هو لما بتمو البكتيريا ديت لما بتمو بتطلع ايه، بتطلع ثاني اكسيد الكربون. فهي كل ما تمو هتطلع 3O2، بس السي دي هتبقى ايه، هتبقى مشعه اللي هي ال 14. تمام، ذره الكربون رقم 14 بتبقى مشعه. تمام، فانت هتلاقي على طول ان عندك ذره الكربون رقم 14 ديت ايه، هتلاقيها مشعه. فده بياكد لي ان فعلا البكتيريا ديت هي تيوبركلوز. تمام تمام، طبعا بيبقى رابد وبيبقى سنسيتيف، بيبقى دقيق واحسن يعني. تمام، وده كمان بيبقى سريع لدرجه ان هو بيطلع لي في 12 يوم بس. طبعا بعد كده حاجه اسمها ايه، مايكرو بكتيريا جروس انديكيتور تيوب، اللي هي الام جي اي تي. اول حاجه هي تبقى كونتين، اللي هي الفلوريسنت سنسور. يعني ايه؟ يعني عندي يعني حاجه كده عامله زي الازاز كده. تمام، يبقى عندي سنسور هنا كده. السنسور دوت كل ما الاكسجين يقل كل ما هو يطلع ضوء، عشان كده سميناها فلوريسنت. تمام تمام، واحنا عارفين طبعا ان انا لو حطيت البكتيريا ديت في وسط فيه هواء هتقعد ايه، تقعد تاخد الهواء وتخلص الهواء اللي موجود في الوسط. تمام تمام، فكل ما تمو وتاخد هواء اكتر كل ما الاكسجين هيقل كل ما هيطلع ايه، هيطلع ضوء. تمام، ويأكد ان فعلا ان ده تيوبركلوزس. تمام تمام، او ان ده التيوبر اللي هو البكتيريا يعني، يا مايكرو بكتيريا. تمام، طبعا هو بيبقى رابد. تمام، وبيعمل ايه، ديتكت الايه، ديتكشن للجروس. تمام، بعد كده عندك حاجه اسمها الدي ان اي بروبس، او ريال نيوكليك اسيد ريال هايبرديزيشن. بيقول لك ان الدي ان اي بروبر سبيسيفيك فور ريال سبيشال سيكونس اوف ريال مايكرو بكتيريا جين، يعني من الاخر يعني ان انا هفحص الجين تمام بتاع البكتيريا ديت. تمام، وهي بتمو. تمام، بيقول لك ان هي بتبقى هايلي سنسيتيف اند اي سبيسيفيك. طيب حاجه اسمها ريال ايريال بوليمريز تشين، اللي هي البي سي ار. البي سي ار دي احنا كنا واخدينها في ثالث ثانوي يعني. عبارة ان انا ايه، بخلي البكتيريا دي تقعد ايه، تقعد تتكاثر يعني، او تنقسم، او اقعد ان انا يعني اكتر منها يعني. اللي عاملها لي امبليكيشن، امبليفيكيشن اوف السبيسيفيك سيكونس اوف اللي هي المايكرو مايكروبيال دي ان اي، وبتبقى هايلي سنسيتيف اند سبيسيفيك. طيب يعني الحمد لله يعني خلصنا من الحاجات دي كلها. هي يعني رخمه شويه، انت ممكن ايه يعني تحدد من كل مثلا تيست المهم اللي فيها، زي مثلا هنا اللي هي البكتيريا ديت هنقول ايه، اللي هي الراديو متريك، ان هي راديو يعني ايه، يعني اشعاع. فانا ايه، ذره الكربون رقم 14 المشعه الموجوده في حمض ايه البلماتيك. تمام، وبتبقى كلهم هتلاقي في كلمه سنسيتيف وسبيسيفيك، سنسيتيف وسبيسيفيك. تمام، فخلاص عندك اللي هي المايكرو بكتيريا جروس انديكيتور، جروس انديكيتور. يبقى اعرف ان هي عن طريق اللي هي الفلوريسنت، بشوف ايه، بشوف الجروس بتاعتها عن طريق ايه، عن طريق الاوتو. تمام، بتطلع اللي هي الالترا فايلوت. خلاص تمام، الدي ان ايه، الدي ان ايه بروبر عن طريق اللي هي البروبس، عن طريق ان انا بشوف الجين. تمام، بدرس الجين. طيب اللي هي البوليمريز، اللي هي البي سي ار، كنا عارفين بعمل ايه، بعمل امبليفيكيشن. خلاص تمام، بعد كده عندي ليها تريتمنت للناس اللي ذاكرت الفارما كده، تبقى يعني بالنسبه لها الكلام ده هيبقى سهل ان شاء الله يعني. الفيرست لاين عندي ادويه، فيرست لاين وعندي ادويه سكند لاين. الفيرست لاين زي ايه، زي الستريبتومايسين والايزونايزيد، واللي هي الاسامبيتول، واللي هي الريفامبيسين. تمام، طيب السكندري لاين زي ايه، زي اللي هي الكانامايسين، اللي هي السايكلوسير، سايكلوسيرين، وعندك اللي هي السايبروفلوكساسين، وبرا امين وسلتريك اسيد. طيب بيقول لك ان سكندري لاين دراج، يعني الحاجات ديت اصلا يعني هتاخدها في خدناها في الفارما، حافظناها في الفارما يعني، الادويه دي حافظناها في الفارما. بيقول لك ان سكندري لاين دراج كان بي يوزد ان بيشنت هوز انفيكتنج سترينز اور ريزيستنس تو اي تو ذا فيرست لاين. يعني ايه، يعني في ناس لما تعرضت للمرض دوت وانا يعني هي المفروض ان انا لما باخد دواء لفتره طويله خاصة لو كان انتبيوتك يعني، مفروض ان انا جسمي بيبدأ ان هو ايه يتأقلم عليه، والبكتيريا بتبدأ ان هي
تتعود عليه وتبدا ان هي تطور من نفسها عشان تقاوم الايه تقاوم الدواء دوت. تمام. طيب يا شباب كنا واقفين هنا كده، بيقول لك الانفكشن اللي هي الانفكتنج سترين بعد السلالات يعني تبقى ريزيستنس تو ذا فيرست لاين، يعني كل ما من كتر ما انا باخد الفيرست لاين بعض السترينز بعض الفصائل من البكتيريا بتبدا ان هي تبقى مقاومه للعلاج دوت. تريتمنت شوت جيف ان انا اديله ايه بقى، اديله 2 أو 3 من الدراج دوت. تمام. تبقى ريزيستنس اند تو ريديوس علشان ايه، عشان ان انا اقلل الريزيستنس، عشان اقلل ان البكتيريا دي تبقى مقاومه للعلاج اللي انا بديهولها. تمام. يعني اديلها اكتر من نوع علشان ايه، علشان عارفه ان انا اشتتها يعني. تمام. وكمان ان انا اقلل التوكسيستي، عشان لو اديت جرعه كبيره من اي علاج فيهم ممكن يسبب توكسيستي. وكمان ايه، عشان ده اصلا بيقعد فتره طويله، بيبقى لونج ديوريشن، لونج ديوريشن حوالي من 6 إلى 12 شهر. تمام. وكمان ان انا عندي ديات تيوبرك الباسلاي بتبقى انتر ايه انترا سيلولار اورجانيزم، ده احنا قلناها في الاول خالص. وطبعا احنا عارفين عندي كازيشن. تمام. عندي كازس ايه، كازس ماتيريال. بيقول لك ان الكازس ماتيريال اللي بتبقى مكونه ديات المفروض ان الانتي بودي المفروض ان هي عايزه تخترقها. تمام. تمام. فبيبقى في صعوبه شويه في الاختراق. تمام. عشان يعني ايه بتبقى الماده الكازيشن دي بتمنعها يعني. بيقول لك ان هي تبقى ايه، تبقى انترفيرز ايه، انترفيرز ويز ايه ويز الدرج. بيقول لك ان كرونيك كيس في حاله الناس كرونيك بقى اللي هو اللي عندهم المرض جوه جسمهم وقاعد فتره طويله يعني. بيقول لك ان هو نوت ديفايدنج اند سو زي ار ميتابوليكلي ميتابوليكي، المهم يعني ان اكتيف سو زي ار اللي هي الريزيستنس تو ايه تو درج. يعني ايه، عايز اقول لك ان الميتابوليك بتاع اللي هي التيوبرك اللي بتبقى موجوده لفتره طويله في جسمك هي اصلا ان اكتيف، يعني هي في حاله ان اكتيف، في حاله ليتنت يعني نايمه. تمام. تمام. بسبب ان هي يعني نايمه كده، فجسمك الانتي بودي المفروض ان هو رايح لبكتيريا ما تشتغل في جسمك وما يتكسر في جسمك وما تعمل كازيشن وبتعمل تيوبركل وبتعمل هي جرانيلوما وبتاثر على جسمك وسبريد وكده، فهي اصلا لقيتها نايمه. تمام. فيعني مش هتأثر بقى خلاص، يعني عارف ليها كأنها راحة عشان تقوم حاجة فما لقيتش الحاجة دي فخلاص مش هتأثر عليه. تمام. فبنقول عليها ان الدواء ده بيبقى ريزيستنس للدرج خلاص، بس مش ريزيستنس بقى لانه ايه، لانه قوي وكده، لا لانه مش شغال اصلا، لان المرض مش او البكتيريا مش شغال على جسمك. طيب. بعد كده عندي ليها دايركتلي اوبزرفد سيرابي شورت، يعني ايه دي اللي هي الدوتس، يعني اللي هي دي او تي. يعني بقى يعني ان المفروض يعني ان انا ابقى مراقبه الشخص اللي بياخد العلاج. ليه؟ لان زي ما انا قلت لك هو فتره طويله، واحنا يعني كاي بني ادم ما بيحبش ان هو يمشي على العلاج لفتره طويله. تمام. فلازم ان انا يبقى عندي رقابه، فلازم ان انا اشوف شخص يبقى مراقب المريض اللي بياخد العلاج ده. خلاص ده معناه. طيب. حاجه اسمها مالتي دراج ريزيستنس يعني ايه، يعني ان ممكن التيوبركل باسلاي يبقى ريزيستنت تو بوث اللي هي الايزونايزيد والايه والريفامبيسين، يعني بيبقى في بعض الدراج كده ممكن ايه يحصل منهم، ايه يحصل منهم اللي هو ريزيستنس يعني. خلاص. لازم نحفظهم اللي هي الايزونايزيد والريفامبيسين. ايزونايزيد والريفامبيسين، ايزونايزيد ديت كنا قايلين يعني اكتر علاج المفروض ان احنا بناخده في اللي هي التيوبركلين يعني في مرض اللي هي التيوبركلوزس، والريفامبيسين برضو من اشهر الادويه. تمام. ان انا ازاي بقى امنع المرض دوت او ان انا اسيطر عليه، عن طريق جنرال ميجر بعض الاجراءات يعني العامه، ان انا عن طريق ان انا اشوف الحالات اللي هي الكيز فايندينج اند افكتيف تريتمنت، ان انا يبقى عندي علاج فعال للمرض ده. تمام. وكمان ان انا اعمل كنترول اللي هي الميجرز في الايه في الهوسبيتالز، ان انا احاول ان انا اعمل كنترول للاعراض والحاجات اللي بتحصل ايه في الهوسبيتال عشان ايه، عشان المرض ده ما ينتشرش، وان انا اعمل ايه افويد اوفر كراودنج، ان انا اتجنب ان يكون في حشد في المكان علشان المرض ما ينتشرش، ان انا اعمل باسترايزيشن للبن علشان ان انا اقتل البكتيريا. كمان ان انا اعمل تريتمنت للليتنت تيوبركلوزس، ان انا اقتل البكتيريا اصلا الخامله علشان ما يحصلها ري اكتيفيشن، ما يحصلهاش يعني ري اكتيفيشن، ان انا اديله فاكسين اللي هي البي سي جي فاكسين. تمام. اتس ليفنج اللي هي الاتينيويت فاكسين بريبرد فروم اللي هي المايكوبكتيريوم بوفس، يعني باخدها من المايكوبكتيريوم بوفس. تمام. ات جيفن از ا سنجل دوز، يعني بديها ك يعني مره واحده. تمام. بتبقى اللي هي الانتراديرمال وتبقى دايلوتد ريجن. تمام. المهم اللي هي الدلتويد ريجن اللي هي في الكتف كده من فوق. تمام. المكان اللي احنا برده خدنا فيه اللي هي تطعيم كورونا يعني.
تمام. بتقعد ايه، بيقعد فعال الفاكسين دوت لمده ايه، لمده من 2 لـ5 سنين، بيفضل موجود في جسمك وفعال في جسمك لمده ايه، لمده 5 سنين. بيقول لك ان هي الفاكسين دوت ممكن تديه للاطفال في فيرست يير، في اول حياتهم يعني، او اللي هي هاي ريسك ادلت، زي الناس اللي بتتعرض يعني اللي بتتعامل اكتر مع المرضى يعني، اللي عندهم التيوبركلوزس، زي مثلا النيرس والدكتور والستودنت. تمام. او اللي هي الايه، الناس الكونتاكتس يعني، الناس اللي بتتواصل مع الناس اللي عندهم تيوبركلوزس يعني. تمام. بتقول لك ان هي كمان ممكن تديني نيجاتيف، تديني نيجاتيف انديفيدوال، زي ما احنا قلنا ان احنا ما ينفعش ندي الفاكسين دوت للناس اللي عندهم اصلا اللي هي التيوبركلوزس، عشان ما يزودش المرض عليهم. خلاص يعني، انا لو شخص اصلا عنده تيوبركلوزس واديت له اللي هو الفاكسين دوت، هيزود ايه، هيزود التعب عنده. ولكن بي سي جي فاكسين جيفن اللي هي اكسيدنتلي تو ام تيوبركلين بوزيتيف بيرسون، لو انا اديت اصلا الفاكسين دوت للناس البوزيتيف يعني، هيحصل ايه، هيحصل رابيد ديفلوبمنت للسوبرفيشال السر. تمام. وهيحصل بيرسست فور ا ويك وي فور فيو ويكس ات ذا سايت اوف انجكشن، يعني المكان اللي انت عامل فيه او اللي انت حقنته فيه يعني الفاكسين، هيحصل ايه، هيحصل السر بقى، وهيحصل ايه، هيحصل سوبر فاشل السر، هيبقى في قرحه بقى وكده يعني. تمام. المهم بعد كده النون ايه، نون تيوبر كلاس مايكوبكتيريا بتبقى اتيبيكال. عندنا بقى ايه، عندنا نون تيوبر كلوزس يعني مش تيوبر، تايب تاني يعني، يعني غير تيوبر كلوزس. تمام. بنسميها اتيبيكال مايكوبكتيريا. طيب بتقولك ان اللي هي المايكوبكتيريا اذر زين، يعني كل المايكوبكتيريا غير اللي هي التيوبر كلوزس اند اللي هي الليبرا اللي احنا كنا قايلينهم في الاول خالص، اللي هم ايه، اللي هم بيسببوا الانفكشن للانسان يعني. خلاص. تمام. بتقول لك ان هي ريفيرد تو از تيبيكال مايكوبكتيريا، وان المايكوبكتيريا ديت اذر زين تيوبر كلوز اور اللي هي الانفيرمنتال مايكرو بكتيريا. المهم احنا يعني البكتيريا دي احنا بنطلقها على ايه، على اللي هي الانفيرمنتال بكتيريا تبقى موجوده في البيئه يعني، او ايه، او اي بكتيريا غير ايه، غير التيوبر كلوز يعني. بتقول لك ان هي ايه، بتبقى اللي هي اللي هي الاوبورتونيستيك باز اللي هي الباثوجين ذات كوز ديزيز ان اللي هي الاميون كومبرميزد بيشنت، يعني ايه، يعني هي بتيجي في الايه، في الناس اللي عندهم مناعه يعني، هي الكلمه دي اسمها انتهازيه، يعني ايه، يعني بتنتهز ان انت شخص مناعتك ضعيفه وتبدا ان هي تجيلك. خلاص. تمام. وتيبيكالي بتبقى نوت ترانسميتد بيرسون تو بيرسون، يعني ايه، نادرا لما بنلاقيها، دي يعني ما بتتنقلش يعني من شخص لشخص. خلاص. تمام. however person to person transmission of اللي هي الأسس اللي احنا كنا قلنا في الأول خالص has been اللي هي reported in patient with cyst fibrosis. طيب بيقولك ان environmental organism ذات كان be found، احنا بنلاقيها ايه، بنلاقيها في الصويل وفي الدست وفي الووتر، في الصويل وفي الووتر احنا كنا قايلينها هناك يعني في الجدول، يعني كان من ضمن الجدول احنا كنا قايلين بتبقى موجودة اكتر حاجة في ايه، في الصويل، في الصويل وفي الووتر. can be classified into زي يعني ممكن نقسمها لرابيد جروور و ايه و سلو جروور، يعني في منهم بيمو بسرعة اقل من 7 ايام، في منهم اللي بيمو ايه، بيمو ببطء. each group can be subdivided on the basis of pigment production، يعني ايه، على حسب الصبغه اللي بتنتجها يعني، هي بينتجوا في منهم بينتج اسبغ. now real identified using real DNA probes or by real DNA real sequencing، يعني ان انا اقدر اتعرف على البكتيريا دي عن طريق ان انا اعمل DNA probes او عن طريق DNA sequencing، تتبع الاي دي ان اي يعني. طيب ازاي فرق ما بين real classic microbacterium والاتيبكال الميكوبكتيريا، عن طريق ان زي ار اللي هي نوت باثوجينيك ان روتند انيمال اللي هي المودلز، يعني هي ما بتصيبش الايه، ما بتصيبش اللي هي الروتند انيمال اللي هي الايه، اللي هي التيبكال بكتيريا. تمام. تيبكال بكتيريا ما بتصيبش ايه، روتند انيمال. تمام. وغير كده كمان ان انا عندي اللي هي اسيد فاست ويز 5% من اتش 2 اس او 4، مش ايه، مش 20، هناك كنا بنقول ايه، بنقول 20 من اتش 2 اس او 4 ومعاها الكحول. تمام. لكن هنا 5% بس الفرق ما بين اتيبكال وكلاسيك، اللي هي بتبقى ايه، ان هي بتبقى اللي هي الاسيد فاست 5% من الاسيد بس. تمام. وكمان اللي هي maybe longer، وكمان اللي هي الفيرمنتس يعني بتبقى طويله يعني، المهم بتبقى اطول يعني. خلاص. اطول من اللي هي التيبكال، التيبكال يعني دي اتيبكال، التيبكال هي كلاسيك. تمام. يعني اتيبكال بتبقى اطول من الكلاسيك. تمام. وان هي بتكون ايه، اللي هي البيجمنتد سموث جروث. تمام. وكده المحاضرة خلصت يا شباب، يعني اتمنى ان تفهموها يعني، وتكون حاولت انها سهلة يعني، وبعتذر عن اي تقصير يعني، لاني تعبانة شوية. وبالتوفيق.